ارتباطا دائما بموضوع السينما، عندي واحد سؤال صغير، ممكن شي واحد يعطيني مرادف الكلمة فلاش باك بالعربية الفصحى؟ فلاش باك، انت خبير نورمال مو غادي، ولكن بالعربية الفصحى. وامضى الى الوراء. قربت اريج. الكلمة باللغة العربية الفصحى هما كيقول لك استحضار أو استرجاع فني. أكيد كل شينا في مرحلة معينة كان واجه صعوبة أننا نلقاو المرادف الكلمة مثلا بلغة أجنبية أخرى. الخبر الزوين هو أنه كاين واحد الهيئة، مكتب تنسيق التعريب، اللي مكلفين أنهم يزيدوا مصطلحات جديدة للغة العربية الفصحى في كل سنة في مختلف المجالات. ومعنا عبر سكايب مسؤولة من هذا المكتب، مكتب تنسيق تعريب بالرباط. أنا غنوض باش نتكلم معها. سلمين عليا. كلنا راح نتكلم معها. معنا من المغرب السيدة لينا المالولي الإدريسي، عضو مكتب تنسيق التعريب، أهلا بك. أهلا، مرحبا. في البداية بغيك تحدثينا عن مهام المكتب وعن طبيعة هذا المكتب. بالنسبة لمكتب تنسيق التعريب، هو مكتب أنشئ سنة 1961 بالعاصمة المغربية الرباط، وهو من أحد المراكز الخارجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، اللي كتاخد كمقر لها تونس العاصمة. إذا مكتب تنسيق التعريب كيفما كيوحي بذلك الاسم ديالو، هو مكتب اللي كيسهر على تنسيق جهود الدول العربية من أجل تعريب المصطلح والمقابل العربي في جميع المجالات الحضارية العلمية والتقنية، باش هاد اللغة تصبح أنها كتلبي حاجات الحياة العصرية، باش يتمكن الباحث العربي أنه ينتج بلغة عربية سليمة وفصيحة. لينا، يعني مهمة المكتب باختصار هي تنسيق التعريب ما بين مختلف الدول العربية، لكن نعم. كيف تتم عملية إضافة كلمات جديدة لهذه القواميس، قواميس اللغة العربية باقتضاب؟ باقتضاب، اوكي. بالنسبه للمكتب هو كيشوف فين كاين الحاجه، شنو هو المجال اللي محتاج انه يكونوا فيه مقابلات عربيه، هذه اول خطوه. من بعد كنقوموا باختيار واحد الفريق اللي كيعد لنا واحد المقابلات باللغه العربيه. ملي كنتوصلوا بهاد المقابلات كنوزعوها على جميع الدول العربيه عبر لجانها الوطنيه ومجامعها اللغويه، اللي كيقوموا بابداء الراي حول هذه المصطلحات وإعطاء مصطلحات اللي هي ما أمكن تكون موحدة بين الدول العربية. كنوضعوا مقابلات اللي كتعرض على لجان مختصة وكتعمل على توحيدها. هذا يقودني باش نسولك سؤال آخر، شنو هي أبرز الصعوبات اللي كتواجهكم كمكتب؟ الصعوبات اللي كنواجهوها بالمكتب هي ان هاد المشاريع باش تخرج للوجود كتاخد على الاقل، على اقل تقدير 4 إلى 5 سنوات. وفي هذا الوقت هذا اللي كنوضعوا فيه هاد المصطلحات، كيكونوا توضعوا مصطلحات من قبل جهات اللي هي غير رسميه يمكن نقول، اللي كتنافس هاد المصطلح اللي هو عربي فصيح اللي كنقوموا حنايا بالاصدار ديالو. لهذا فكرنا بالمكتب اننا نقوم بتطوير واحد المرصد لغوي اللي هو منصه تشاركيه كنقوم من خلالها برصد المصطلح الاجنبي فور الانتاج ديالو، كنوضعوا له مقابل بلغه عربيه فصيحه وسليمه، وكنشروه ان شاء الله للعموم. نعرف اذا في قاموس للمصطلحات السينمائيه او المسرحيه. لا، لحد الان لا، عندنا كان حنا مجتهدين دابا للاهتمام للمجالات اللي هي التقنيه وعلميه معاصره، ولكن علاش لا نقوموا باعداد في المستقبل مشروع في هذا الاتجاه ان شاء الله. لينا، شنو هي ابرز الكلمات والمصطلحات اللي يمكن طلعتوا بها من سنه 2017 وستتم اضافتها لقواميس اللغه العربيه في السنه المقبله، مثلا في مؤتمر المقبل بالسعوديه؟ كاين حنايا مصطلحات كثيره اللي كنخدموا عليها في مجالات ديال المجالات التقنيه، مجالات طبيه. يمكن لي نذكر لكم مثال بسيط، بحال دابا كاين المصطلح المتداول على الانترنت هو الانترنت، جميع الناس كيقوموا باستعمال هذه الكلمه اللي هي انترنت. وحنايا في المكتب توصلنا لواحد المصطلح اللي هو عربي بسيط، اللي هو الشبكه، فيه شبكه
واسم فاعل ديال شبكه يشبكوا، يعني واحد الشبكه اللي كتشبك بزاف ديال الاشخاص. دونك شبكه مصطلح بسيط اللي كيفي بالغرض. هناك ايضا تكنولوجيا، كاين حنايا في عثمان استعملوا مصطلح اللي هو مستعار من لغات اجنبيه كما هو بالحرف بحال تكنولوجيا، وضعنا مصطلح تقانه اللي هو كيحصر هذا المفهوم في واحد اللغه اللي هي عربيه فصيحه. شكرا لك ليلى الملولي الإدريسي عن مكتب تنسيق التعريب برباط، شكرا لك على المعلومات المهمة. شكرا وإلى اللقاء، بالتوفيق، مع السلامة. إيه لسه عنا طريق طويل شكله بالمصطلحات.